أقدم لكم بشارة. يعني واحد تصور عليه 37 مليون وبيته محجوز وعليه إقامة جبرية وعليه محاكمة وفي سجن، يعني بلاء كبير. قال له أحدهم: إن فعلت هذا العمل 30 يوماً تعفى من كل هذه الديون. شو قولك؟ بتردد ثانية بالمستوى المادي، 38 مليون حجوزات، إقامة جبرية، محاكمة، سجن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لو عندك ذنوب كالجبال، إذا صمت هذا الشهر صياماً كما أراد الله، صيام طاعات لا مسلسلات، صيام عبادة لا عادة، صيام تقوى لا معصية، صيام إقبال لا إعراض. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى.